لم يكن السودان بأفضل حال قبل الحرب، فقد كانت الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها، إذ كان نحو 16 مليون شخص، والذي يمثل ثلث سكان السودان، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. طبعا إجابة على سؤالك، يعني حتى قبل هذه الأزمة النظام الصحي في السودان كما هو معروف يعني مر بسنوات من الأزمات المختلفة، يعني مما عرضوا للكثير من الهشاشة. وضع السودان الصعب قبل الحرب عقدته الاشتباكات الأخيرة وأثرت بشكل كارثي على المشهد الإنساني، من شح حاد في المواد الأساسية للحياة، الغذاء والوقود والأدوية، بينما ارتفعت أسعار كل شيء بشكل مخيف، ما وضع الناس في موقف لا يحسدون عليه. أنا عندي أمراض مزمنة، عندي ضغط وعندي سكر. من بداية الأحداث زي ما لقيت صيدلية عرب من حوالي 61% من المؤسسات الصحية العاملة في الخرطوم لا تعمل، توقفت عن العمل للأسباب التي ذكرتها، بالإضافة إلى الهجمات العسكرية المباشرة والاحتلال العسكري لهذه المؤسسات وطرد العاملين منها. 23% من هذه المستشفيات في الخرطوم تعمل بشكل جزئي، 16% فقط تعمل بكامل طاقتها. أما أزمة المياه فهذه قصة أخرى، فبعد اندلاع الصراع المسلح نفدت مياه الخزانات، ما ترك قطاعا كبيرا من السودانيين في ولاية الخرطوم من دون ماء مع الانقطاع المستمر لها، إلى درجة حتمت لجوء البعض لملء المياه من نهر النيل مباشرة، والذي أصبح حتى هذا الخيار صعبا للكثيرين، تحديدا الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن النيل بسبب الخوف من الاشتباكات. الناس بدعاني شديد، بدعاني انه تلقى لها جاز ولا بنزين تتحرك بيه من المناطق السكنيه هناك الحله تجي بيه هنا، والمنطقه خطيره شديد، يعني في صوت رصاص وغزايف وغيره، رغم الخطوره دي الناس قاعد تجي هنا ده وتجاوز الخطوره دي وتجاوز المخاطر عشان تجي تشيل لها مويه بتاعت شو. الوقود بسبب الحرب تحول الى سلعه نادره في الخرطوم، وإن وجد بات يباع ب60,000 جنيه سوداني بعد أن كان ب6 جنيهات قبل بدء الصراع الحالي، لكن الكثيرين يضطرون لشرائه لتشغيل مولدات الكهرباء. وبرغم نقل المئات من موظفي الأمم المتحدة وأسرهم مؤقتا إلى خارج السودان، تواصل المنظمة الأممية أداء عملها المنقذ للحياة عبر جهود موظفيها داخل وخارج البلاد، بالتركيز على الأولويات الملحة لوقف إطلاق النار بآلية للمراقبة والعودة إلى المفاوضات السياسية وتخفيف المعاناة الإنسانية.